إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، معكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 38 المقامة في المسجد الحرام. القرآن، وفيه فليتنافس المتنافسون. القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للخلق أجمعين، وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، حيا هلا بكم إلى رسالة إذاعية جديدة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، رسالة نواكب فيها وقائع الدورة 38 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. هذه المسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم. أيها الإخوة والأخوات، لطالما تشوف حفظة كتاب الله تعالى في كافة أنحاء العالم إلى نيل شرف التسابق في هذه المسابقة القرآنية الكبرى والتنافس الأسمى المرتبط بحفظ وتلاوة هذا الكتاب الأعظم المنزل على أشرف الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، لكن الوصول إلى ذلك يتطلب تحقيق شروط وتحقيق متطلبات ضرورية وضعتها الأمانة العامة للمسابقة، إذ يشترط في المتسابق المرشح من الجهة الرسمية في بلده أن يكون حافظا للمقدار المطلوب في الفرع الذي حدد من قبل في استمارة التسجيل، مع التقيد بأحكام القراءة وأصولها والالتزام بالرواية التي اختارها من قبل. ويشترط للمتسابق بالفرع الأول أن يكون لديه القدرة على بيان معاني مفردات القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى، كما يشترط أن لا يكون قد اشترك في الدورات السابقة من المسابقة. وتقتصر المشاركة والمنافسة في هذه المسابقة على الذكور ممن لا تزيد أعمارهم عن 25 عاما، كما يشترط ألا يكون من مشاهير القراء أو من محترفي التجويد والترتيل في بلده، ويجب ألا يعتذر عن المسابقة إذا وصل إلى المملكة أو يغير فرع المسابقة الذي اختاره في استبانة الترشيح. وأخيرا من الشروط أن يجتاز التصفية الأولية في المملكة قبل المشاركة في المسابقة الدولية. في هذه الرسالة مستمعينا الأعزاء، سنحاول أن نستطلع رحلة الطالب المتسابق ابتداء من الآية الأولى التي حفظها حتى جلوسه بين يدي لجنة التحكيم في هذه المسابقة، فأهلا بكم. شباب بالقرآن يحيون، تلاوات متقنة وأصوات عذبة، تنافس شريف، فهم وعلم وعمل، من دول العالم يجمعهم القرآن، يتنافسون في حفظه، يتنافسون في فهمه، يتنافسون في تلاوته، يتنافسون في تجويده، يتنافسون في تفسيره. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء على هامش هذه المسابقة المباركة، ومعي هنا فضيلة الشيخ الدكتور أمين إدريس فلاتة، وهو رئيس قسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. حياكم الله دكتور أمين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. دكتور أمين، يعني ربما الكثير من المتسابقين وكثير أيضا من أولياء الأمور يعني ينتظرون فوز أبنائهم بمثل هذه المسابقات المباركة، ولا شك هو هدف مشروع، لكن علينا أن نتذكر دائما الجوائز التي أعد الله سبحانه وتعالى لحافظ القرآن في الدنيا والآخرة. لو تعطونا نبذة عن هذه الجوائز. يحضرني في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فحقيقة الفوز هو الفوز في الآخرة، وكلما جمع الإنسان في صدره هذا الكتاب العظيم رقى به في الدنيا والآخرة، وإذا كان هذا الرقي في الآخرة، حتى قال بعض السلف رحمهم الله: إن درجات الجنة بعدد آيات الكتاب، مستندين في ذلك إلى هذا الحديث العظيم. فهذه الدرجات معدة لقارئ القرآن وحامل القرآن
يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وكفى بهذا فوزا وشرفا لحامل القرآن وقارئه. نعم، ولعل هذا أيضا يسوقنا إلى في الدنيا كيف يجعل المؤمن القرآن العظيم خلقا له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نعم، عائشة رضي الله عنها تقول كان تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وهذا معناه أن حامل القرآن ينبغي أن يعرف بتطبيقه والعمل به، وينبغي أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا هم قدواتنا في ذلك، فقد كان يقول قائلهم كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل والإيمان، فتعلمنا العلم والعمل والإيمان جميعا. وهكذا ينبغي لحامل القرآن أن يعتني بتطبيقه والعمل به، والله أعلم. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور أمين إدريس فلاتة، وأنت رئيس قسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، وأيضا عضو لجنة التحكيم في هذه المسألة. حياكم الله ونفع الله بكم ونفع المسلمين بكم وبهذه القناة المباركة. مستمعين الكرام، أجمل تحية نبعثها إليكم من مكة المكرمة، أهلا ومرحبا بكم، يقولها كل الزملاء العاملين في هذه الرسائل التي تأتيكم تباعا ومتابعة لفعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في المسجد الحرام، الحدث الأبرز والمشاهد والذي يفد إليه كل زائر إلى المسجد الحرام من أجل الاستماع والمتابعة لهؤلاء النجوم حقا، وهؤلاء الفرسان الذين جاءوا من عدة دول للتنافس والتسابق في تلاوة القرآن الكريم. نحن معكم في هذه الرسالة لنقدم لكم مجموعة من اللقاءات والتلاوات والمتابعة لفعاليات هذه المسابقة، فأهلا ومرحبا بكم. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. أهلا بكم مستمعينا الكرام، معنا الآن أحد الأشبال المتواجدين هنا، الاسم الكريم؟ عمرو موسى الفيفي. ما شاء الله، حياك الله عمرو. كم تبلغ من العمر وكم تحفظ من القرآن؟ أكبر من العمر 11 سنة، حين في الصف 5 أحفظ من القرآن الكريم عمو إلينا من سورة الصافات. ما شاء الله، يعني تقريبا أكثر من 4 أجزاء. من فين تحب تقرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. ما شاء الله، كتب الله أجرك هذه التلاوة، وإن شاء الله نشوفك في المسابقات القادمة، ونشوفك إن شاء الله في الدورات القادمة، وأنت أحد من يعتلي المنصة ويفوز إن شاء الله بالجائزة. إن شاء الله، موفقين. لازلنا مستمعينا الأعزاء نواكب وقائع مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 38 المقامة هنا في المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث يتم الاستماع إلى المتسابقين في فترتين صباحية ومسائية على مدى 3 أيام ضمن برنامج المسابقة، الذي ينتهي بحفل ختامي تجنى فيه ثمرة الجد والاجتهاد وتتوج فيه جهود العاملين والمنظمين. هذه الجهود التي بدأت قبل عام كامل، أي من نهاية الدورة السابقة، فجزى الله القائمين على هذا الحدث القرآني الكبير خير الجزاء. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
مرحبا بكم أيها الإخوة في أفياء هذه المسابقة المباركة، المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 38 المنعقدة هنا بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. ومعي أحد الإخوة المتسابقين وهو لتوه غادر منصة المثول أمام لجنة التحكيم، عبد الرحمن أحمد محمد، وهو متسابق من النرويج. حياك الله يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، أنت كم تبلغ من العمر وفي أي فرع شارك؟ أنا عمري 15 سنة وكنت في فرع الرابع. ما شاء الله تبارك الله، تلاوتك كانت جميلة. هل كنت خائف وأنت أمام لجنة التحكيم؟ أنا كنت شوية خائف أول، بس خلاص الحين مش خائف الحين، الحمد لله. مشاركتك حقيقة في هذه المسابقة دليل على تميزك، لأنه المشاركين هنا كلهم من نخبة العالم، فكونك تصل إلى هنا وتشارك وترى الكعبة أيضا وتصلي في الحرم، هذا وحده إن شاء الله هو جائزة، وإن شاء الله تكون من الفائزين بإذن الله في ختام هذه المسابقة. من أين تحب أن تقرأ تتلو شيء من القرآن؟ من أي مكان يعني، ما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر ذلك اليوم، ونجعلنا من الفائزين إن شاء الله في الدنيا والآخرة. دعوني أصف لكم مستمعينا الأعزاء روعة المكان هنا وجمال ما أرى من مشاهد. فهناك على إحدى سواري المسجد الحرام يتكئ متسابق يراجع حفظه منتظرا دوره في الجلوس أمام لجنة التحكيم، وشابين يتهامسان بابتسامة تغذيها روح التآخي في ظل القرآن الكريم والصحبة في دروب الحفظ والإتقان. ورأيت قبل دقائق أحد من انتهى دوره وقد غادر موقعه أمام المحكمين مبتسما ابتسامة المنجز الراضي عما قدم، المغتبط بهذا الشرف العظيم والاستفاء بأن انتظم في عقد أهل القرآن وانتسب إلى هذه الشجرة المباركة وتفيأ ظلالها. كل هذا بالإضافة لما يضفيه المسجد الحرام من أجواء إيمانية، وما يغمرك به مجرد دخوله من سكينة وطمأنينة ومشاعر لا توصف. فهنيئا هنيئا لمن اختاره المولى سبحانه للتواجد هنا. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. ما شاء الله، من أين سيقرأ لنا؟ من بداية سورة آل عمران. ما شاء الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان
كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك محمد يعقوب محمد حسين أحد المتسابقين من دولة بنغلاديش، شكر الله لك هذه التلاوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر بك عين والديك وأن يعلي بك دينه وأن يجعلك من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. أعزائنا المستمعين، الحديث مع أهل القرآن لا يمل والجالس معهم لا يكل، لكننا وصلنا إلى ختام هذه الرسالة الإذاعية من إذاعة القرآن الكريم. حاولنا فيها أن نواكب شيئا من وقائع أيام مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة حاليا في المسجد الحرام بمشاركة عشرات الشبان من أنحاء العالم. كونوا على الموعد غدا، فما زال في جعبتنا الكثير. إلى اللقاء. وفي الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل في تغطية المسابقة من الإشراف العام خالد بن محمد الرميح، وتحيات الزملاء عبد الله بن شويش الشويش وعبد الرحمن بن محمد الشايع، والزملاء في التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وعبد الله بن مبارك الدوسري وعزام بن حسن الحميضي. وأرق عند التحايا من معد ومقدم هذه الرسالة محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، ومخرجها محمد بن سعيد الشمري. معكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 38 المقامة في المسجد الحرام. القرآن وفيه فليتنافس المتنافسون. القرآن الكريم، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.